بعد إيصال أخي إلى المدرسة وعند رجوع أبي إلى البيت لم يصل أبي إلى البيت، وعند الاتصال به عبر الهاتف النقال وجدنا هواتفه مقفلة علما بأنه مع مروره من الطريق الساحلي. بعدها تواصلنا مع الغرفة والجهات الأمنية مخابراته أكدوا لنا أن تم اعتقال أبي عند بوابة دحمة. أحمل المسؤولية التامة للجهة التي اعتقلت أبي، وأريد لكل الناس معرفة الذين تعرفوا أبي من يعرفون من هو الطائر الغربي الذي حارب الدواعش أن يقفوا معنا.